مشاهدينا الكرام مباشرة معكم من حي سلاتة، غادي نطرقوا لواحد المكان اللي هو خطير جدا في منطقة سلاتة للأمن الشفارة وكل شيء في هذه البلاصة هذي خاصها تحيط ضروري خاصها تحيط. أنا نشوفوا هذا المكان كيفاش هي الشكل ديالو، منطقة الحزانية. شوفوا الجوج كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام، يعني تبثني في هذا المكان بالعربية تعرف شوفوا، يعني انتبهوا لي جوج أشخاص اللي كانوا داخل اللي شوفوا شنو المخدر اللي كيبيعوا تما الله أعلم. كما قطعتم مشاهدينا الكرام أما أمامكم في هذا المكان منطقة غنسيك الحسنية بالضبط. الخلف ديال هذا المكان اللي درنا فيه مباشر لداخل، من خاص رجال الامن يكونوا عندهم واحد اليقظه خصوصا هذا المكان خطير جدا حي افريقيا الحسنية بالضبط. مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي البث والى اللقاء.